كتير مهم، كتير كتير مهم انه نكون عم ننسق مع العروس بتام عرسها. وكل هالتفاصيل بتكون متفقين عليها مسبقا؟ اكيد، يعني العرس بياخد اوقات 3 ميتينجز او بياخد 2 ميتينجز، بياخد كتير وقت. الالوان بنشتغل عليها، الشرشف بنشتغل عليه، الصحن، الشوكه، الديسبوزيسيون دو تابل، يعني كيف بدنا نحط الطاولات او كيف بدنا نحط البوفيهات. شو حلو الالوان هون، فيري نايس كلرز، فيري فيري نايس. طيب بتجتمعوا مع العريس والعروس، كيف بيكون الاستقبال لهم؟ قد ايه بتقضوا وقت معهم؟ هل بتعملوا تيستينج لكل المطابخ اللي بتقدموها؟ هذا الشيء اللي بيتميز كثير عندنا بلبنان، بنعطي وقتنا كثير للزبون. وبتعرف الزبون حلم، ان كان عنده عشاء ببيته بحب يحس حاله بامتياز دائما، او ان كان عنده عرس كمان بحب يحس حاله انه هو مميز. صح. وبنجرب دائما نعطيه هيدي الاهميه. في ناس بيجوا من اول ميتينج ثاني ميتينج بيكونوا بيعرفوا عنا قبل او شايفين قبل ديركت، بيكون التعاطي اسهل. في ناس بنعطيهم وقت اكثر لانه بتكون اللوكيشن صعبه، يعني لنحدد مواقع بفايتنا او طاولتنا او وين بدنا نحط بياخذ وقت كثير. بنروح كمان بنشوف اللوكيشن وبنشتغل. يمكن بيكونوا بعضهم مش مقررين نهائيا شو بدهم، انتم بتساعدوهم يختاروا الاشياء المناسبه خاصه للفكره او للتم اللي هن حاطين ببالهم. هلا في عندك زبونات بيجوا عندهم فكره براسهم، دغري بنساعدهم ومنزيد على فكرتهم اشياء من عندنا نحن. بنعمل لهم كاستم ميد اوقات شراشيف، رانرز، جاطات، اوقات بنساعدهم في كمان بتنفذوا هال صح اوقات بيكونوا عاملينه ابلينير، بيكونوا عاملينه تام كثير شامبات حد البحر او بالجنينه او بمحلات او دور. بنساعدهم دائما بالبرزنتيشن تبع اكلنا انها تكون يا بخشب يا بنحاس يا باشياء قديمه لتقدر تساعد توش صغيره من الاكل تساعد. من الناحيه الفنيه هشام، منين بتجيبوا الافكار؟ منين بتتبنوا هالافكار الجديده؟ حلو، كل مامبر بلوبلان بشركتنا ان كان بالمطبخ او ان كان بالباتيسري منجرب قد ما فينا ننقيهم يكونوا ديجا عندهم ان دون ارتستيك، يعني ان كان شيف المطبخ او ان كان بالباتيسري او ان كان بالفلاورز ديبارتمنت الصغير يلي عندنا يلي بنساعد البوفيهات فيهم اوقات لنزين فيهم، بيكون في عندهم دائما افكار. ونحن بنضلنا اب تو ديت، يعني بنسافر كثير، بنعمل تايننج كثير للشباب عندنا للاكيب بالمطبخ، وبنضلنا عم نشوف شو في اشياء جديده. مطلعين على كل شيء جديد بيطلع بهالمجال خارج الدول العربيه. صح صح. دانيال، كنا عم نحكي قبل شوي عن التابل دوت. كملنا، بعرف انه هيدي فكره خاصه فيكم، انتم موجوده عندكم بالمركز بالزلقه. تابل دوت اتس برايفت تيبل، عاملينها هيك سبيسيال تيجي الكليان لعنا اول شيء يحسوا بالتوش تبع لوبلان. هي بقلب المطبخ، اتس برايفت تيبل، يعني فيك تحس مطبخ يعني المصدر، ما بتطلع كل الاكلات وكل الاشياء الفنيه من عندكم. بنعمل لهم سبيشال منيو، سبيشال تيستينج، وبنستعملها اكيد كمان للمارياج، بس يجوا يعملوا ديكستاسيون عندنا، بيجوا بدوق الاكل، بياخذوا وقت. حتى واين تيستينج عندكم؟ بنعمل واين تيستينج. مزبوط. واللي ما عنده مناسبه خاصه، اللي حابب يتذوق اكلكم اللي اكيد صار معروف بالسوق وبالبلد، بيقدر يحجز أكيد. الطاوله اللي بتقدر تحمل 18 شخص، منهم 10 اشخاص يتغدوا ويتعشوا او اي وقت إن كان تيعملوا اي مناسبه، مزبوط. ان كانت خاصه او هيك اجى على بالهم يمرقوا. مزبوط، حلوه الفكره. هيك بيمرقوا بيدوقوا اكلاتكم أكيد. او طبخه اليوم. طيب قد ايه قبل بوقت لازم يتواصلوا معكم اللي حابين تنفذوا لهم عرسهم؟ بالنسبة للعرس أكيد الأفضل يكون قبل شهر أو شهر ونص لنقدر نحضر، خصوصا في أيامات بتكون ديجا محجوزة من قبل بوقت، يعني ما بنقدر ناخذ فيها أكثر من قدرتنا، ناخذ أكثر من عرسين أو من ثلاثة ماكسيموم بالنهار. ليش؟ لنقدر دائما ننجح العرس يكون 100%، ما يكون في غلط، ما في جاب، ما في شيء مشاكل بقلبه. هلا بالنسبه للطلبيات يلي بتصير كل يوم يوميه، في ناس بيحبوا ياخذوا بلا، في ناس بيجوا بياخذوا غدا، في ناس بياخذوا عشاء، بيقدروا قبل بنهار يطلبوا طلبيتهم ونحن دائما بنكون حاضرين للخدمه المنزليه. بيكفي يطلبوا قبل بنهار. صح مزبوط. حتى ولو كان عدد الاشخاص كبير ما في مشكله ما في مشكله، لانه البيت بالنتيجه بالصيف اجمالا بيكون عندهم من 50 شخص، 60 شخص، 70 شخص، ما في مشكله، دائما نحن فينا نكون قادرين نقدر نلبيهم بصراحه. كنا حكينا قبل عن اهميه التنفيذ. مزبوط. بالنسبه لكم، يعني كل الشركات بحبوا يكونوا بافضل مستوى وبحبوا يحافظوا على الكواليتي، ولكن التنفيذ دائما اصعب بكثير. شو اهميه السبلايرز بهالموضوع؟ كثير كثير مهم،
يعني السبلاير اهم شيء مبدئيا. وكيف بتتم المراقبه على الكواليتي كنترول موجودين عندنا من الريسيفنج اريا كله بنعمله دبل تشيك للحراره للتاريخ لكل شيء بنحط محله. نحن عم نشتغل بالاوبريشنز بريبريشن الاكل في حدا عم يعمل دبل تشيك على كل بلا من السي فود لكل انواع الكوزين اون بليس مطبخنا مقسم كل كوزين لحالها كل سكشن لحالها وفيها كل شيف مسؤول عنها بلس عندنا الاكزيكتيف شيف وهشام كمان. والتواصل الدائم اللي بيكون بينكم وبين الاكيب وكل العاملين بالشركه قد ايه مهم وشو بتكون نتيجته؟ كثير مهم اهم شيء لانه هي الكوميونيكيشن التنظيم بين عده ديبارتمون وبين المطبخ والسيرفيس وعلى الارض كمان كثير مهم. اكيد نحن بنكون على الارض معهم بنساعدهم بتطبيق كل الكرياتيفيتي وكل الافكار الجديده بنكون موجودين معهم على الارض. ودائما جاهزين لعل اي شيء صار غلط او تاخذوا احتياطاتكم بتاخذوا بعين الاعتبار الطقس او عجقه سير او كل هذا بتفكروا فيه؟ اكيد اكيد لانه بالكيترينج فيكون عرس بالمنطقه هون في بنعمل بجزين بنعمل بجنود بتعرف على الطرقات اللبنانيه دائما في مفاجات اكيد لا بناخذ احتياطاتنا كلها. وبالنسبه لنوع الاكل اللي بتقدموه اكيد بتقدموا اكثر من مطبخ منهم اللبناني والفرنسي صح. كيترينج ما بتوقف بمحل واحد يعني المطبخ ما لازم يوقف بشيء اسمه كيترينج خصوصا اللبناني بيتميز بانه بحب دائما يكون في عنده فاريتي بكل شيء مطلع على كل المطابخ مطبخ الفرنسي ومطبخ الايطالي مطبخ الازياتيك هلا كثير عم نشتغله في كثير اشياء بنعملها لايف ستيشنز يعني بالعرس بيكون في اشياء عم تتحضر قدام المعازيم يلي بينبسطوا فيها دائما ان كان السوشي ان كان عم نقلي سبرينج رولز ان كان عم نعمل دامبلينجز فابور حتى في كثير ناس بيجوا عم بيتجوزوا وبيكون عريسهم او عروستهم مش من لبنان يعني بيجوا من هولندا بيجوا من هيك دول أوروبية بقى منجرب قد ما فينا يكون في سكشن بقلب العرس كمان تقدر ترضي كل الأذواق وكل الحاضرين وكمان نحن بنفتخر انه عم نقدر نطبخ اكل مش بس لبناني وفرنساوي وتلياني وازياتيك لا عم نطبخ كمان عم ناخذ كم بلا من المطبخ الهولندي لنقدر نرضي اهله والمعازيم كمان يشوفوا شيء جديد بالعرس واكيد كله بنفس المستوى صح. بدي اشكر وجودكم معنا ان شاء الله بالتوفيق هيدي اول اطلاله لكم بويندو ويدنج وان شاء الله ما بتكون الاخيره اعطينا المشاهدين فكره اوليه عن شركه لبلون كيترينج اللي حابب يعرف مزيد من التفاصيل صاروا يعرفوا الويب سايت موجود على الشاشه www.window.windowwedding.com وكل التفاصيل بتكون بانتظاركم اهلا وسهلا فيكم بريك قصير مشاهدينا ومنتابع ميرسي المهمة رموش عبية لتسع مرات حجم أكبر وأحلى طلقي بقوة هائلة جديد ماسكارا كولوسال فوليوم إكسبرس من ميبلين نيويورك الخبر الكبير تركيبتنا الغنية بالكولاجين وفرشية هائلة الحجم تعطي رموشي كثافة خيالية رموش مش بس كبيرة رموش هائلة الحجم